كلفني السيد النقيب باش نشرف على هذه الندوه. هذه الندوه اللي جات في اطار البرنامج الثقافي والتكويني الذي سطرته هيئه المحامين بني ملال، وبالتالي استدعينا اساتذه مؤطرين كما شفتوا، اساتذه مؤطرين فعلا الذين افادونا في بخصوص موضوع الندوه المتعلق ب التنظيم القضائي الجديد. فعلا كانت هناك عدة أفكار تمت الإحاطة بها من طرف المتدخلين ومن طرف المؤطرين، فكانت فعلا ندوة ناجحة. ومن بعد هذه الندوة ستتلوها ندوات أخرى إن شاء الله التي تهدف إلى تكوين المحامي ومسايرته للتطورات ومسايرته للقوانين الجديدة، حتى يكون المحامي في مستوى المسؤولية المهنية الملقاة عليه. تندرج هذه الندوة اليوم التي نظمتها نقابة هيئة المحامين بمدينة بني ملال في موضوع نظرات فقهية وقضائية في قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد. كما تعلمون على أن هذا القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 14 من شهر يوليوز من سنة 2022، والذي سيدخل حيز النفاذ ابتداء من 14 يناير 2023، جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها ومختلف الإكراهات والصعوبات والرهانات المعلقة على هذا القانون. وقف السادة الأساتذة من أساتذة جامعيون وقضاة على أهم نقط القوة في هذا القانون وبعض الملاحظات التي بدت والتي يمكن أن تثير بعض الإشكالات على مستوى تطبيقها، سواء من حيث صياغة النص التشريعي أو من حيث جودته ومن حيث التداخل أحيانا بين بعض المحاور المرتبطة بهذا القانون. ولعل من النقاط الأساسية التي وقف عندها السادة الأساتذة المتدخلون هو مسألة إحداث أقسام القضاء التجاري والإداري باعتبارها أقسام متخصصة، ومدى تقاطعها مع المحاكم المتخصصة الموجودة سابقا، المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، وأيضا وقوفهم عند إلغاء الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، ومدى إمكانية أن يمس أو أن يمس هذا الإلغاء بتقريب القضاء من المتقاضين. وقف السادة الأساتذة أيضا عند الجوانب المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمحاكم والرؤية التشاركية في إطار هذا القانون بين مرفق أو بين المحكمة وكل المتدخلين في قطاع العدالة. إذن من خلال المداخلات السادة الأساتذة يتضح على أنهم وقفوا عند أهم الجوانب المرتبطة بهذا القانون، سواء كما قلت في البداية من حيث نقط القوة أو من حيث بعض الجوانب التي يمكن أن تثير نوع من الغموض ونوع من الالتباس فيما يتعلق بتنزيل هذا القانون الذي يعتبر غرشا قانونيا قضائيا مهما لاستكمال منظومة أو إصلاح منظومة العدالة، وخاصة لاستكمال القانونين التنظيميين، الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والثاني المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.